طال انتظارنا لمقابله معاليك يا باشا. ايه في جديد؟ هو في حاجه ممكن تخفى على معاليك عشان يبقى في جديد يا باشا؟ كويس كويس يا باشا. كنت عاوز اسال معاليك سؤال، هو في حاجه مزعلك مني؟ انت عملت حاجه تزعل؟ لا يا باشا، بس غياب رضا معاليك علينا محسسني كده. اعمل اللي يرضيني وزعلي هيبعد عنك لوحده يا اكرم. ما هو ده اللي بحاول معاليك اعمله لنادي. لو تسمح لي، يعني انا جايب لسعادتك هديه، تفاحه محتاجه ايد سعادتك انها تقشرها، ولو اني عارف ان سعادتك بتحب تاكل التفاح بقشره، بس انا واثق انها هتنول الرضا والاعجاب. انت عارف ايه مشكله الهدايا؟ ايه يا باشا؟ انها بتطمن اللي جايبها اكتر ما بتريح اللي رايحاله. يمكن تعجبني يمكن ما تعجبنيش، وجايز تعجبني زياده عن اللزوم. قدم هديتك يا اكرم وحيوصلك ردي. تحت امر معاليك. هديه اكرم البدري. واو توحشها. الزبده اللي اسمها زبده دي راحت فين؟ بقول لك ايه؟ أوكي. انت المسؤوله قدامي. أوكي. لازم تتصرفي حالا، والا بشرفي هضيعك، همسحك من على وش الدنيا يا سرايا. ما غسلتيش وشك ليه؟ شلتيش الميك اب ليه؟ اشربي اشربي عشان تهدي، اشربي هتهدي اكتر صدقيني، اشربي. انسي اكرم يا ذكرى، يا ذكرى اكرم البدري عمره ما هيبقى ليكي، افهمي ده كويس قوي. واللي بتعمليه النهارده ده انتي واقفه جنب اكرم. إن اللحظة اللي أنا بقعدها معاكي بيبقى عمرها سنة سنة. شوفي أنت بقى أنت بقى أنت بقى أبقى عشت بقى عشت مع سنة سنة. الست ما اتخلقتش عشان تبقى الراجل واحد بس. أنت كده بتظلمي نفسك خالص يا حبيبتي. النهارده ممكن تتفتح لك كل البيبان بنظره واحده بس من الباشا. ركزي وافهمي كويس بدل ما تخسري كل حاجه. هتعملي اللي فيها شريفه انت كمان يا بنت كويس انه ما عرفش اللي انت عملتيه. الرجالة كلها بتوعد بكل حاجة طول ما هما جعانين، بس أول لما بتشبع بتنسى،
اطلبي كل اللي انت عايزاه قبل ما يمسك، فاهمه؟ مفيش حد بيدفع تمن حاجه مسكها بيده. يلا قومي بس، يلا فين يا هيعجب الباشا قوي. ايوه اكرم بيه، اجل حضرتك فين؟ خيفة؟ خيفة؟ عارفة أنا بختار ليه البنات اللي زيك؟ عشان نظرة الخوف دي، نظرة الخوف من كل حاجة، خصوصا من اللحظة اللي جاية، لحظة تساوي متعة الحياة نفسها. بتمتع باللحظة دي أكتر ما بتمتع بيك. حسن محمد الرسول. الله يرحمك يا شو، كان كل حلمك راجل تحبيه وحبك وتجيبي منه حتة عيل قبل ما العمر يعدي. شفتي بقى الدنيا بتعمل ايه؟ عائلتين من غيرك، واب نجل سابه اتكتب باسم واحد غيره، يا ترى بقى الدنيا هتوري ايه تاني؟ وانت بقى سي حسن هتعمل ايه مع ورده؟ مش ناسية حاجة؟ يا سوريا ما قالتلكيش؟ طبعا سوريا أستاذة في إنها تبوظ أي حاجة بريئة. الشيكة كويس قوي إن أنتي ما سمعتيش كلامها وطلبتي، لأن الرقم اللي في الشيك ما كانش هيخطر على بالك أبداً، لأن اللي زيك ما بيعرفش قيمة نفسه، لكن أنا بعرف. خدي الشيك بتاعك حبيبتي. Thank you.